ايه ده؟ كبر الواد علاء، بسم الله ما شاء الله. تعالى ادي علاء بوس. اسمه هيثم. هيثم من علاء، مش فارقه كتير. قصر يا مرعي وقول لي انت عايز ايه. انا مش جاي اشحت منك، بس احنا لينا حق عليك، وانت بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ربنا كرمك بالوسع وشاف الظروف. طب استنى. ماشي. خد دول. ايه دول؟ 500 جنيه. 500 جنيه. انا عايز 10 بواكي. وايه اللي حاطها كده ودني؟ فاهمه؟ هبحولك يا سعاد. اخزي الشيطان، اخزي الشيطان يا مرعي. على ايه نعمل اذباحه؟ والنبي سيب الواد، سيب الواد يا مرعي. مش هسيبه. انا هرقصني. اوعي. ابوس ايدك، ابوس ايدك. اوعي. اخزي الشيطان. ده انا الشيطان. انت عايزه بس تسيب الواد. مش هسيبه. ولا لا سيب الواد. مين الأستاذ يا سارة؟ ده مرعي أخويا يا معلم. أخوكي؟ يعني مش نفس القطعية؟ لا أخوات، بس مش شقة. شقة؟ خلاص يا مرعي، روح أنت وأنا هبقى أجي أزور الحاج وأجيب معايا القلق. ماشي. ألف مبروك يا معلم. صلاة وخميس. كان عاوز ليه ودا يا سعاد؟ كان عاوز يموتني. موتك؟ ده العاش ولا كان اللي يقرب لك وانا موجود يا هيثم حبيبي. محدش يقدر يقرب لك يا حبيبي. امسك. بس الاتفاق كان 500 وعليهم بوسة. بوسة؟ ادي بوسة خميس. بس انا عايز بوسة المعاد. لا دي تدخلك القبر يا حليتها. يلا. ما تخافش يا حبيبي. جرأة دي يا هيثم، تخليك راجل امال. ها سعاد، فكرتي؟ لسه. لا الحكايه ما فيهاش لسه. الشقه دي ممكن تتأجر في اي وقت. انا عايز رد وقتي حالا. موافقه. نعم اسمعها تاني. موافقه. عين العقل يا بنت الناس. خميس هات المحامي عشان نمضي العقد. بعد ما نمضي العقد يا سعاد عندي ليك مفاجأة جبارة جبارة جبارة. هيثم ولا هيثم، ما تخليك راجل بابا.